هنتكلم الآن عن الألوان. ليش بنتكلم عن الألوان هنا؟ عشان نقدر نفسر ظاهرة الألوان لازم يكون للضوء طبيعة موجية. احنا قلنا كنا نعتبر الضوء عبارة عن جسيمات تمشي في خط مستقيم، لكن هذا ما يفسر الظاهرة التالية. لو حطينا منشور زجاجي هنلاقيه يحلل الضوء إلى ألوان الطيف. طب كيف ممكن نفسر الظاهرة هذه لو كنا افترضنا أن الضوء عبارة عن جسيمات تتحرك في خط مستقيم؟ نيوتن حاول يفسرها وقال أنه هذه الجسيمات، جسيمات الضوء، تتفاعل مع جسيمات المنشور الزجاجي، تفاعلها هذا ينتج هذه الألوان. طب على هذا الاعتبار لو أنا حطيت منشور زجاجي ثاني المفروض إيش يصير؟ يعني برضو هنا أنا معتبر أنه هذه الجسيمات والله تفاعلت مع هذا الزجاج وشكلت ألوان مختلفة. طب لو دخلت منشور زجاجي ثاني نفس الشيء، حتتفاعل مع هذا المنشور وتخرج لي ألوان ثانية. لكن اللي يصير إيش؟ اللي يصير إنه يخرج هنا عندي مرة ثانية شعاع أبيض آخر. يعني هنا يدخل شعاع أبيض أو ضوء أبيض، هذا المنشور يقسمه إلى ألوان الطيف، والمنشور الثاني يرجع مرة ثانية ضوء أبيض. أجل الموضوع أن الضوء عبارة عن جسيمات ما يمشي. لو كان جسيمات كان أتفاعل مع المنشور الزجاجي هذا وتقسم الألوان، حيدخل منشور زجاجي ثاني برضو حيتقسم الألوان، لكنه هنا رجع ضوء أبيض مرة ثانية. فما لقوا تفسير لهذه الظاهرة إلا افتراض أن الضوء عبارة عن برضو موجات. فافترضوا أن الضوء الأبيض عبارة عن موجات متداخلة مع بعض، لكل موجة طول موجة مختلف. هذه الموجات في الضوء الأبيض تكون راكبة مع بعض، داخلة مع بعض، فبالتالي ما نقدر نميزها. لكن لما تدخل في المنشور الزجاجي المنشور يكسر كل موجة، لأن كل موجة لها طول مختلف، فبالتالي انكسارها حيكون مختلف، وبالتالي تطلع عندنا ألوان الطيف كلها. ولما ندخل ألوان الطيف على منشور ثاني تنكسر مرة ثانية هذه الموجات وتتركب فوق بعضها مرة ثانية ويطلع لي الضوء الأبيض. لو جينا حللنا الضوء الأبيض حنلاقيه يتكون من هذه الألوان كلها. شوف كل لون له طول موجي مختلف. إيش هو طول الموجة؟ طول الموجة هو عبارة عن هذه المسافة، المسافة بين قمتين أو المسافة بين قاعين. شوف هذا الطول الموجي قصير، لكن هذا الطول الموجي أطول منه، وهذا الطول الموجي أطول منهم الاثنين. فهذا اللي قصدنا الطول الموجي، المسافة بين ارتفاعين أو قمتين أو قاعين. فكل واحد من هذه الألوان له طول موجي مختلف، وكلها الألوان هذه، كل الموجات هذه تركب مع بعض عشان تشكل لي اللون أو النور الأبيض، وهذا اللي يسموه ألوان الطيف المرئي. ليش سميناها ألوان الطيف المرئي؟ لأنه هذه هي الألوان اللي نشوفها. في ألوان فوق البنفسجي، دائما تسمع عن الأشعة الفوق البنفسجية أو ألترا فايلت، هذه ما نقدر نشوفها بعيننا. في برضو الأشعة تحت الحمراء، شوف هنا اللون الأحمر، هذا الحد اللي نقدر نشوفه بعيننا، لكن في أشعة تحت الحمراء بس ما نقدر نشوفها. يعني أشعة الشمس اللي جينا فيها أشعة كثير تحت حمراء وفوق بنفسجية بس إحنا ما نقدر نشوفها، فهذا اللي نسميه الطيف المرئي. شوف الطول الموجي فيه يتراوح من 4×10^7، هذا للبنفسجي، إلى اللون الأحمر اللي هو 7×10^7 متر. اللون بواسطة مزج أشعة الضوء. يعني الآن عرفنا أن الضوء الأبيض تكون من عدة ألوان. الألوان هذه تتداخل مع بعضها، أشعتها تتداخل مع بعضها، وكل لون له
طول موجة مختلف عشان يعطينا اللون الأبيض. لو جينا حلل الموضوع نلاقي أنه عندنا ثلاثة ألوان رئيسية اللي هي الأحمر، الأخضر، الأزرق، Red, Green, Blue أو اللي يسموها الـ RGB. بواسطة هذه الألوان الرئيسية نقدر نحصل على جميع الألوان الثانية. شوف مثلا لو خلطنا الأحمر مع الأخضر هنحصل على الأصفر، ولو خلطنا الأزرق مع الأخضر هنحصل على هذا اللون اللي هو الأزرق الفاتح أو اللي يسموه سيان، وخلطنا الأزرق مع الأحمر هنحصل على البنفسجي. ولو خلطنا جميع هذه الألوان، لو خلطنا الأحمر مع الأخضر مع الأزرق هنحصل على اللون الأبيض. طريقة التلوين هذه مستخدمة في أجهزة كثير في حياتنا اليومية. طريقة التلوين هذه تستخدم في الكاميرات، تستخدم في أجهزة التلفاز، تستخدم في الكمبيوتر أو الحاسبات الآلية، وفي الطباعة وفي كل شيء. طب كيف يتم التلوين؟ في نموذج من التلوين هذا اللي يسموه RGB، فيحطوا لكل لون الأحمر والأخضر والأزرق عدد معين يتراوح من 0 إلى 255، بعدين يخلطوا بينهم. مثلا لو بدي أخلط الأحمر مع الأخضر أخلي الأحمر مثلا 255، يعني أعلى شدة في الأحمر، والأخضر أخليه برضو 255، والأزرق أخليه 0. إيش اللون اللي حيطلع عندي؟ حيطلع عندي الأصفر. ولو أبغى مثلا أخلط الأخضر مع الأزرق وأخلي الأحمر 0، وهذا الأخضر وهذا الأزرق، وإيش اللون اللي يطلع عندي؟ أخضر مع أزرق، أطلع عندي الأزرق الفاتح. ولو أبغى اللون الأبيض أخليهم كلهم 255 255 255، يطلع عندي اللون الأبيض. لو أبغى أسود أخليها 0 0 0. ففي اللون بواسطة مزج أشعة الضوء، شوف هنا مزج أشعة الضوء لأنه في نوع ثاني هناخده بعدين، بمزج أشعة الضوء عندي الألوان الرئيسية أو الأساسية RGB Red, Green, Blue. طب والألوان الثانوية يعني نسميها هذا، نبدأ بهذا اللون الأزرق الفاتح أو اللي نسميه سيان، يلو أو أصفر نسميه واي من يلو، والبنفسجي اللي هو نقول عليه ماجنتا أو إم، أكتبها سي من سيان، سيان يعني اللون الأزرق الفاتح، واي من يلو، يلو يعني أصفر، إم من ماجنتا اللي هي اللون البنفسجي. لما نمزج بأشعة الضوء هذه الأساسية RGB والثانوية CYM. طبعا لازم تعرف كيف تجيب الأصفر، الأصفر من الأحمر والأخضر، السيان من الأخضر والأزرق، والماجنتا من الأحمر والأزرق. في حاجة ثانية اسمها الألوان المتتامة. إيش هي الألوان المتتامة؟ هي الألوان اللي تنتج اللون الأبيض. يعني عندي هنا مثلا الأصفر، الأصفر عبارة عن إيش؟ عبارة عن الأحمر مع الأخضر. يصير لو أضفت على الأصفر أزرق هحصل على اللون الأبيض. يصير أقول إنه الأصفر اليلو مع الأزرق لونين متتامين. ليش؟ لأنه لو جمعتهم أحصل على اللون الأبيض. صحيح، ليش؟ لأنه أصلا الأصفر عبارة عن أحمر وأخضر بس باقي لي أزرق عشان يصير أبيض. طيب خلينا نشوف الماجنتا مع مين. طبعا الماجنتا عبارة عن إيش؟ عن أحمر وأزرق، فبالتالي إيش بقي لي عشان أحصل على أبيض؟ بقي لي أخضر، فنقول الماجنتا مع الأخضر يعطيني أبيض. وإيش كمان بقي لي؟ السيان، السيان عبارة عن إيش؟ السيان عبارة عن الأخضر والأزرق، صار إيش بقي لي؟ بقي لي الأحمر. صار السيان لو أضفت عليه أحمر يعطيني أبيض. هذه اللي نسميها الألوان المتتامة.
فصار عندي أساسية RGB Red Green Blue، ثانوية CYM سيان يلو ماجنتا، والمتتامة أجمع اللونين. لو جمعت اللونين اللي هي الريد والجرين يعطيني يلو، وأجمع عليه بلو عشان يعطيني وايت. ماجنتا، ماجنتا عبارة عن الريد والبلو، صار باقي لي إيش؟ باقي لي جرين. والسيان، السيان عبارة عن إيش؟ جرين وبلو، باقي لي ريد عشان يصير أبيض. هذه كانت الألوان بواسطة مزج أشعة الضوء، يعني في عندنا أشعة الضوء نمزجها مع بعض تطلع عندنا هذه الألوان.